هجوم معسكر الجلاء بعدن فصل آخر وليس بأخير من فصول الإرهاب الحوثي، لكنه هذه المرة اغتنص أسد الجنوب العميد منير المشالي المكنى بأبي اليمامة. فمن هو؟ منذ سن 17 عاماً انخرط في صفوف الجيش، صنع محوراً عصياً في معركة دحر الحوثي من عدن منتصف عام 2015. كفاءته شكلت مسوغاً ليقود بعدها ألوية الدعم والإسناد المدعومة من التحالف العربي، فأحبطت بدورها عشرات العمليات بعدن. في 2017 جولته ضد الحوثي في المطار ومعسكرات الحماية الرئاسية شكلت نقاط تحول في ميزان السيطرة. عين قائدا للحملة الأمنية الخاصة في محافظة لحج. احتدام المواجهات حول اليافعي إلى أبين لمواجهة القاعدة. تعدد خصوم اليافعي من داعش للقاعدة للحوثي، ومن خلفهم جميعا الداعمة الأثيرة قطر. لكن أسد الجنوب حتى إن ذهب فأنياب أشباله كفيلة بأعدائه.